السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. في هذا الدرس سوف نتحدث عن الكويك فلويد. أقوم بتحريك البنك هيد لفوق، ثم هضيف فلور، بعد كده أختار الأوبجكت وأختار كويك فلويد، شيفت A كويك فلويد، دي هتكون النتيجة عندنا. فإذا الأوبجكت الأساسي أضاف له فلويد وده الدومين عندنا. طيب هزود الريزوليوشن شوية، بريفيو تمام. احنا لو ضغطنا بلاي أصلا فالنتيجة عندنا هتكون فلويد فلويد وده الدومين. اضغط على البيك وانتظر ثواني لحد ما البيك يخلص. طيب خلينا نشوف اللي حصل من الاول، من البداية، من الفريم واحد. دي كده كانت النتيجة عندنا. لو اخترنا الفيوبورت سواء بريفيو او جيومتري او فاينل، دي النتيجة النهائية. طيب طبعا دي ريزوليوشن الفاينل والبريفيو. طيب دي كده أول نقطة. النقطة الثانية هنضيف أي أوبجكت وليكن، هو مبدئيا كده لو اخترنا الدومين ده البريفيو ده الجيومتري، فأنا لو ضفت أي بلين هنا وليكن سفير، حركناه هنا وليكن، ديت هتكون الأكسس لوكال وروتيت كالتالي. ممتاز جدا. هروح اختار فلويد، ثم بعد ذلك انفلو فلويد، وهيكون انفلو انيبلد. في الاكس بقى تكون لكم 2. بعد كده هذهب تاني للدومين واعمل اضغط على بيك مرة اخرى، دي السبيد. البارتكل هيقلل، هيصعب الموضوع شوية. خلينا نبدأ بصفر بيك مرة أخرى وننتظر بعد من الوقت. دي النتيجة اللي وصلنا ليها بعد إضافة الانفلو وعمل بيكنج. ده السائل الأساسي، بعد كده الانفلو أو السفير بيظهر منها الليكويد، ويتم إضافة الليكويد وزيادته إلى الأسفل باستمرار على حسب التوقيت. نقطة أخيرة، لو ذهبنا إلى الدومين ثم الفيسكوستي، غيرناها في الوتر دي اللزوجة، وفي الهاني، وفي الأويل، على حسب كل نوع من السائل. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في عدة دروس قادمة.